انا عم اشتغل بكف ايدي لاربي هالولاد، اشتغل بالحصاد، اشتغل بالحجار، اشتغل كل شغله، اشتغل بالرمل، اشتغل بالدهان، ما خليت شغله اشتغلتها، لا ربيت هالولاد. وصلت بهالمرحلة وتعبت أنا لحالي، والله لحالي أشتغل وتعبت، وعندي أولاد 2 مرضانين كمان، أشتغل وأشتغل أطعمهم خبز وأشتغل أحكمهم. بالحياة إني أرتاح وهيك، يعني حاجتي تعبت كتير بالحياة، والله تعبت كتير 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 كتير، صلي مني عمري 12 سنة وأنا أشتغل وأتعب وأركض بس لأرتاح، شيء أمنيتي أرتاح هيك تالي عمري.